اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في خبر اليوم، نقدمه لكم من قناتكم شوف تي في. اهتزت مدينة مكناس على وقع فاجعة حقيقية راح ضحيتها قاصرين لم يعتقدا بأن نهاية يومهما بمسبح النادي المكناسي ستكون مأساوية. مهدي البالغ من العمر 15 عاما نزل إلى المسبح في محاولة منه لمساعدة حارسه على إفراغه من الماء، ليجد نفسه محشورا ببالوعة المسبح، وهو الأمر الذي جعل صديقه أنس البالغ من العمر 17 عاما يحاول إنقاذه، إلا أن الأقدار شاءت أن يسقط معا في البالوعة. بعد 10 ساعات من البحث تمكن رجال الوقاية المدنية حوالي الساعة 4 فجرا اليوم الثلاثاء من انتشال جثتيهما في مشهد وصف بالصادم والمروع. لنتابع هذا الفيديو المؤلم لتصريح والدة الراحل مهدي. مطرناجور قال له حل مهدي، انت كتعرف تعوم، حل البقا دوز والاخر مشى حل البومبا ومصاتو. علاش؟ واش ولد 15 عام يحل البومبا؟ واش ولد 16 عام يحل القادوس والاخر يحل البومبا؟ كوني ما حلش البومبا كون ولدي طلع. وراه عطيب خلق الله، وراه عطيب خلق الله، وراه عطيب خلق الله، وراه تيحل ذاك الباب وتيعيط لي عمري، وراه تيعيط لي حبي، ويخليني انا مزوقه، يخليني ويخليني، وراه تيبوسني من هنا وتيبوسني هنا. ها هو الولد يشاد، قال لي خالتي عمرني ما شتي ولد تيبوسك بحال هكا، انا عمرني ما شتي ولد تيبوسك بحال هكا. كيقول لي امي ما تخافيش، انا نكون هو، انا نكون وكيلك في الدنيا. غدرتي فيا يا المهدي، قلت لك ما قولها لي. وقال لي ماما واحد النهار قال لي ميطر راجل تاع عوام، تجيب لي واحد السنزله طاحت البنادم وندور معاك. وقلت له الا كاع عاودتي هبطتي غادي نطلع نجوا تهضر مع اللي مكلف. قال لي ماما عافاك ما تقطعيلوش رزقو للميطر ناجور. ماما الحبيب ديالي، وراه طيب، وراه بغيتكم تصوروا، وبغيتكم تسولوا الجدرميه وتسولوا الرجال في شلاغمها، وشوفوا الرجال اش كيقولوا على ذاك الولد، وشوفوا الرجال اش كيقولوا على ذاك الولد. وراه هاد العماره كلها جدرميه، وشوفوا في رمضان كي كيقول المهدي ما كينزلش من الكوادات ومن الطونوبيلات قوت لي محبوب. ويا المهدي حركتي مهمتك، ويا خويا حركتيني في ولدي، تقول له هبط انت على القادوس وتصير واحد يمشي يحل بومبا يتمص، وكندير ولا لا زكيه مشى ولدك، ويا ربي وكندير وحرقني، والله ياخذ فيه الحق حرقني. وكان ولد غزال وطيب، وجيبي له تصويرته حياه، وجيبي له تصويرته يشوفوها، وجيبي له تصويره اخر تصويره، وجيبي له تصويرته. وما يقولش ولد 16 عام يقول له ابط حط لونكار، وما يقولوش ابط حل لونكار. واحد يمشي يحل بومبا قال له حل لونكار يخليه حتى يطلع، عاد الاخر يحل بومبا. اقول لي واش غتبردوا لي؟ حرقت ولدي، وراه واخا ما عرفت شنو غديروا، وراه كان كيعيط لي. اخر تصويره الميدي دار، اطيب خلق الله، اخر تصويره الميدي. واه مشى وليدك، واه مشى وليدك، واخر تصويره، واخر تصويره دار. وبعدي باش شفته، وبعدي باش شفته في الكوديم، وما بغيتش نبطل المينيسيبال باش ما تكبسوليش عليك. وحرام عليك اخويا حركتيني، وحرام عليك حركتيني. وعلاش نقول لهم شي اخرى؟ لا ما تحكيش اخرى، احكيلي. وعلاش نقول لهم خلوهم تصويره؟ لا تشوفي، وعلاش نقول لهم خلوهم تصويره؟ شوفي دعيني بالرحمه، دعيني بالرحمه، دعيني بالرحمه. كتبغيه ولا كتبغيه؟ ما تدعينيش هكا، خلوني انا نموت معاه. وراه عطيب خلق الله مشى ليا، وراه عطيب خلق الله مشى ليا، وراه عطيب خلق الله مشى ليا، ورزاني في ولدي، ورزاني في ولدي، ورزاني في ولدي، ورزاني في المهدي الحبيب ديالي. يا ربي ارزقني خلق الله، واطيب خلق الله، واطيب خلق الله. اقول له يا ربي دخل بحبي وخرج بحبي، وراه ذاك الولد دخل بحبي وخرج بحبي، وراه
ديال بسم الله الله يعطيك الصبر الله يعطيك الصبر شوفي دعيني بالرحمه بقاه الله ماشي خساره في الله ماشي خساره في الله يا المهدي عطاه لك الله هداه الله ماشي خساره واش شحال من مره جيت قلت لهم ما نطلعش وقال لي ندور معاك هذا الصلاه ديالو ما خليتش هذا واحد زدت على العجل تقدر تجي معايا ما قصدت شي حاجه جايه تق الله راه ما نساش هي ما تنساش على الزير داك ثلاثه اللي كنت الله يحفظك وانا وياه ما كاينش بالرحمه عليه بالرحمه راه جيت على العجل ديالو كنت على العجل ديالو ما خسرش صدر ما خسرش صدر داير ما خسرش ما خسرش في الولد كي داير ما خسرش شي ام عندها بحال هاد الولد وراه هاد الولد عليا النور وراه هاد الولد عليا النور ويا المهدي ما شتك مع النقتل ويا المهدي حيدوك هنا واخر تصويره درت لك يا المهدي وراه حرقتيني يا المهدي وحشوم عليكم حرقتوني ما خسرش في دربي ما خسرش في دربي عطا عليك الله بغاه الله حرقتيني يا اخي الله يعطيك الصبر وما يقولوا لنا شابط جثمان كل من أنس ومهدي ضحيتي فجعة مسبح النادي المكناسي وصل إلى منزل أسرتهما الموجود بحي لاكورنيت بمكناس حتى تتمكن أسرتهما من إلقاء النظرة الأخيرة عليهما. وحسب موفد شوفتيفي إلى عين المكان فإن أجواء من الحزن الشديد على فقدان القاصرين مهدي وأنس خيمت على أسرتهما حيث لم يستصغ الجميع أنهما كان معهما أمس واليوم فارق الحياة موضحا بأنه تم دفنهما بمقبرة عين شبيك. لنتابع. عائلة الضحيتين لم تصدق أن أنس ومهدي غادر الحياة فجأة ودون سابق إنذار بعد أن كانا يحلمان في تحقيق مرادهما ومراد المقربين منهما فإن لله وإنا إليه راجعون. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام خبر اليوم. دمتم في رعاية الله.